إذن المطالب يعني ديال الأستاذ المتدربين هو هي كالآتي: هو إلغاء المرسومين المشؤومين. المرسوم الأول هو المرسوم 588/15/2 المتعلق بفصل التكوين يعني التوظيف، والمرسوم الثاني 589/15/2 المتعلق بتقليص المنحة من 2450 درهم إلى 1200 درهم، بالإضافة إلى مطلب ثاني يندرج ضمن هذه المطالب هو التحذير من يعني إدغراج مفهوم التعاقد كصيغة تطبخ داخل الكواليس. بالإضافة إلى هذه المطالب ربما مطالب أخرى تندرج هو إصلاح جودة التعليم، الدفاع عن الوظيفة العمومية كأحد مرتكزات يعني مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين. ومن خلال هذا المنبر نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: أولا، تنديدنا لجميع الأشكال القمعية والمحاصرات للمعركة النضالية الخاصة بالأساتذة المتدربين داخل المراكز الجهوية، هذا من جهة. الجهة الثانية يعني نطالب الحكومة بالاستجابة لمطالبنا العادية والمشروعة في أقرب وقت وجيز.